قل ما نصيحتكم لإخواني المتدينين الذين يضعون صورهم في برنامج الإنستغرام وهم في كامل زينتهم، وبعضهم يضع صورته أمام مكتبة مليئة بالكتب وقد ينظر إلى هذه الصورة بعض النساء، وبعضهم يضع صورته ويرى في نفسه الجمال والعجب في النفس، فهل من نصيحة؟ والله علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في النساء. النساء يعني قلوبهن رقيقة، قد تتأثر، ترى فيه قد يكون فيه جمال، مسح الجمال، ويتزين للناس ويضع صورته وهو مبتسم وكذا. فكما أن الرجل عندما يرى المرأة الجميلة تشده، كذلك المرأة إذا رأت الرجل الجميل يشدها. يذكرون أن حبيبة يقولون أنها كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر النعمة، وإني لا أستطيع أن أعيش مع ثابت، والله لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أريد الفراق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرك؟ قالت: حديقة. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فنادى ثابت بن قيس قال: فارقة، خلاص ما تبيك. في بعض طرق هذا الحديث أن السبب الذي من أجله طلبت الفراق تقول: رفعت الخباء. تقول: رفعت الخباء، فإذا ثابت يمشي معه جماعة، فإذا هو أقصرهم وأبشعهم، يعني خلقة، يعني كلهم أحلى منه، كلهم أطول منه، تقول: فسقط من نفسي، خلاص. في ذاك لا يتساهل في مثل هذه الأمور، أن يضع صورته جميل ومبتسم وكذا، قد يفتن بعض ضعيفات القلوب، خاصة إذا يعني كانت عندها مشاكل مع زوجها أو ما شابه ذلك من الأمور. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور.